في ظل الاحتفال بمرور 10 سنوات على طرح عقار كريستور في السوق المصري، جاء إعلان دراسة حديثة تؤكد بأن تناول أدوية الكوليسترول تقلل من الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 25% والسكتة الدماغية بنسبة 30% للذين يعانون من عوامل خطورة متوسطة. احنا عندنا أدلة علمية بدراسات ان لو قدرنا نقلل مستوى الكوليسترول في الدم بواسطة عقاقير موجودة عندنا في مصر هنا، لو قل نسبة الكوليسترول في الدم ممكن معدلات الوفاة ومعدلات الجلطة تقل. في السنوات الأخيرة ظهر ان احنا حكاية ان احنا نحلل الكوليسترول ونشوف الرقم كام، ده مطلوبة طبعا، بس ما فيش رقم نورمال او ما فيش رقم طبيعي. الطبيعي ان احنا نشوف عوامل الخطورة عند كل من آدم. نتائج الدراسة شملت 12705 مريض من 21 دولة، مما جعل المتخصصون يأكدون على أهمية الاكتشاف المبكر لمرض الكوليسترول بين مرضى السكر واختلال نسب دهون الدم التي تمثل جزءا هام من العلاج المتكامل للمريض. كل مريض له نسبة الدهون الخاصة به على حسب حالته، يعني بدين أو لا، عنده ارتفاع في ضغط الدم أو لا، مريض سكر أو لا، مدخن أو لا، ذكر أم أنثى، عمره كام، كل هذه العوامل بتحدد المستوى الواجب الوصول إليه بالنسبة للدهون. الدراسة دي كانت مهمة لأن هم كانوا دايما بيشوفوا هل خفض معدل الكوليسترول الضار وخفض ضغط الدم في المرضى اللي عندهم المخاطرة متوسطة مش المخاطرة العالية. كان زمان أي مريض عنده مخاطرة عالية أكيد خفض الكوليسترول والضغط هيجيب نتيجة، طب الناس اللي عندهم مخاطرة متوسطة هيجيب نتيجة ولا؟ والجميل في الموضوع إن جاب نتيجة مبهرة. هو تأكيد لفترة نجاح بنحطها هنا بالنسبة للعقار اللي احنا بصدده 10 سنوات من النجاح بالنسبة لعقار اسمه رجوف ستيت. الدواء ده حقق نجاح كبير على مستوى العالم ونجاحه مؤكد هنا في مصر. نسب الوفيات بين المصريين بسبب أمراض القلب وصلت إلى 46% و40% مصابين بالكوليسترول ودهنيات الدم، لتأتي هذه الدراسة وتكون إحدى الخطوات التي تحد من هذه النسب. ربما هو أمر مبشر وضروري بعد تأكيد هذه الدراسة على تأثير تناول أدوية الكوليسترول للمرضى الذين يعانون من عوامل خطورة متوسطة من أجل نسب الإصابة بالنوبات القلبية بغض النظر عن نسبة الدهون بالدم. أحمد غنيم، الحياة اليوم.